مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية أنشأت مشروع اسمه مشروع نايتروس. مشروع نايتروس بدأ في 2018. هدف المشروع ده إنتاج أدوات مساعدة لمتحدين الإعاقات البصرية والحركية، ومن هنا بدأت الفكرة بتاعت إن احنا ننتج أدوات مساعدة للدكاترة في ظل انتشار فيروس الكورونا. في ظل انتشار فيروس الكورونا المستجد في أنحاء الجمهورية، بدأنا ننزل في المستشفيات من الأسبوع اللي فات عشان خاطر نعرف المشاكل اللي بتواجه المستشفيات من أول المصابين لحد الدكاترة، للجزء كمان الخاص بالإكويبمنت، عشان نقدر إن احنا نساعدهم ونوظف التكنولوجيا بتطبيقاتها اللي موجودة عندنا في المؤسسة لإنتاج أدوات مساعدة ليهم. فقسمنا نفسنا بالتالي لثلاث مجموعات. فريق العمل اللي موجود في المؤسسة، أول مجموعة بتركز مع الدكاترة عشان نقدر إن احنا نوفر لهم أدوات تحميهم وهم بيتعاملوا في التعامل المباشر مع المرضى. فبدأنا في إنتاج الفيس شيلد، وخلال الأسبوع ده كله بدأنا نسلم لدكاترة في مستشفيات القصر العيني والدمرداش والجوي بالتجمع فور فري، لأن زي ما قلت لحضراتكم احنا مؤسسة غير هادفة للربح في البداية. اول ما ابتدينا كانت فكره الفيس شيلد والماسك، تمام، الماسك اللي هو الكمامه. قلنا على طول ناخد فيدباك، عايزين نعرف راي المستشفيات. فاول فيدباك جه في موضوع الكمامات اوريدي ممكن يكون ليها حلول ثانيه او ما فيش عجز كبير اللي احنا متخيلينه فيها. العجز الحقيقي موجود في الفيس شيلد ده، دي كت المفروض بتتلبس للجير للسيفتي بتاعت الراجل اللي في العنايه المركزه او في الطوارئ او دكتور التخدير مثلا، عشان دول اللي بيقربوا قوي من الحالات، ومحتاج يلبس جاون. الجاون ده بيغطي جسمه تقريبا كله، وبيلبس حاجه في رجليه كده زي الكوزلك بتاع الجزارين، وبيلبس الجوانتيات، فبحيث ان هو كله يكون متغطي ويقدر يشتغل براحه مع المريض. طب نقدر نعمل الشيلد ازاي؟ 3D printing كان عظيم وهو مازال عظيم، بس هو بيدينا ماسك كل حوالي ساعتين ثلاثه. عندنا عدد مكن مش وحش يعني، بس في الاخر برضو مهما عديت انتاجك في اليوم هيبقى قليل. المهم فالحل كان بالنسبه لنا ان احنا ننط على ماشينينج تاني يكون سهل ورخيص ونقدر نعمل منه كتير وبسرعه، وكان هو الليزر كاتر. التول تانيه تشتغل بنفس الفكره، ارسم لي رسمه على الكمبيوتر هحطها على الماشين هتشتغل هتطلع لك نفس النتيجه، هتطلع بنفس الكواليتي، هتطلع كواليتي كويسه. فقمنا رايحين للليزر كاتر. ففي مقارنه بين الاثنين سريعه كده، الماسك بتاع ال 3D printing كان ممكن يقعد له 3 ساعات ساعتين، وبالنسبه للتكلفه كان ممكن يوصل على حسب طبعا فاريبلز كتير لحد 150-200 جنيه. في المقابل الليزر كاتنج ادانا بماتيريال ثانيه شويه، التشغيل بتاعه بياخد تقريبا دقيقتين، الموضوع كله التقطيع بتاعه بياخد له دقيقتين ثلاثه بالكتير، فهو تقريبا 60 مره اسرع. والتكلفه بتاعته برضو حسب فاريبلز كتير لها علاقه بالانتاج والكميات اللي احنا بنجيبها وكده، ممكن توصل لحد 50 جنيه. دلوقتي في ديفلوبمنت كمان ان شاء الله لطريقه تانية، بس احنا عايزين نشتغل عليها اكتر، نقدر نحقق الموضوع باسرع وكثافه اكتر. وفي كذا تكنولوجي بنفكر فيهم، منها الانجكشن مولدنج، الحقن العادي اللي بنعمل بيه معظم البلاستيكات، ده يقدر يديك الافات في اليوم.